السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اللي جديده واول مره تدخل على القناه تاعي مرحبا بك، انا بشرى قناه لوتوس كرير. الوغ البنات، انا جبت لكم تاني جبه لفصل الصيف ولا للعيد، حتى العيد تجي شابه. هذه سهله البنات، هذه راها مختلفه في القصه تاعها، راها مختلفه على البدعيه اللي قبل من هذا الفيديو. يعني هذيك البدعيه تاع العيد لي دو كولور توب، هنا لا كوب تاع هذه ما راهاش كيما الاخر. فوالا، غير باش تكونوا عارفين. ان شاء الله يكون عجبكم الموديل تاع اليوم، سامبل وشباب، بارده وخفيفه وسهله بزاف في الخياطه. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تتبعوني في الانستغرام وفي الجروب تاعي تاع لمه وابداع للنساء فقط في الفيسبوك. وقبل ما نفوتوا للصاله، بغيت نشكركم بزاف 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 بزاف, بزاف على لي ميساج والتعليقات اللي التعليقات اللي جبتهم اللي خليتهم لي الخطره اللي فاتت. نشكركم بزاف، يعني والله العظيم تعليقاتكم تفرح وتمشي في القلب ديريكت. ان شاء الله يعجبكم الموديل تاع اليوم وفرجه ممتعه. بسم الله البنات، نبداو على هذا الموديل. كما شفتوا هنايا، شوفوا هذه قطعه من القماش كانت باقي، هذا كان ان فولار، ومن الفولار درت بها دو بلوز، وبقات لي قطعه كانت قاعده 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 حتى اللي لقيتها اليوم. فوالا، نتوما عندكم قطعه هكذا مزخرفه، ولا عندكم لا دونتيل، ولا عندكم يعني اي قماش اللي يجي مع اي قطعه تاع القماش تجي مع هذه تحطوها. وشوفوا شدت لها، زدت لها هاد لي بيرل، زدت لها هاد لي بيرل. فوالا، الوغ شحال فيها؟ فيها 19 على 28. فوالا، الوغ تشوفوا هذا لي، هادو دي بونبون، هذا الخيط بونبون. البنات اللي عايشين في فرنسا، هذا شريته ما المحل تاع اكسيون، فيه 3 متر، ان شاء الله يقدني. لا ماما يقدني ان شاء الله. الوغ تشوفوا هذا تاع لي بونبون، وهذا شريته مع جزيله. البنات نتوما ديروا الشاش، ديروا شوازات، ديروا اي قماش اللي يكون زعما كلي مليح لفصل الصيف. انا لقيت هذا عجبني بزاف، يعني اللون تاعها عجبني بالبزاف. تشوفوا هذا كريب، هذا كريب دو شين، يجي دي شوميز، يجي ان كيمونو، يجي يعني عدة تخيطي بيه حاجة زعما بزاف صوالح، ويجي شباب. فيه 1.50 متر دو لارجور. الكولور لا كولور تاعها غوسومون وشباب بزاف. الوغ البنات، انا هذا راني مش نخيطه ليا، مادام اني انا ماشي يعني ماشي ما ناخذش بزاف في العرض، ماشي يعني ماشي سمينه ما ناخذش في العرض، كيش ندير نطويها هكذا، نطويها هكذا بالطول، وعلى 2 ثم على 2. بصح اللي تاخذ بزاف في العرض يعني اللي سمينه، كيش دير تطويو هكذا، تطويو هكذا اوب بالعرض على 2، تعاود تولي وتطويو هكذا على 2 وتفصلوا. فوالا، هذه البنات يعني مفروغ منها. الوغ انا هنا غادي نحتاج في هذه البدائيه، غادي نحتاج ماتو قولي ماتو 60، هذا ما كان خاطر علاش عريضه وما ناكلش بزاف في القماش. واللي سمينه، الوغ اللي سمينه تحتاج 2 متر ونصف حتى 3 متر من القماش، يعني اللي سمينة وطويلة، اللي سمينة وطويلة تتعبر، لا تعبر منه من الكاتف حتى للأرض، وتضرب في 2. فوالا، على غادي نطوي هكذا على 2، يعني بالطول نطوي على 2 ثم على 2، نسقد كلش ونولي لكم. فوالا تشوفوا حددته وطويته على وطويته بالطول على 2 ثم على 2. البنات اللي انا اللي ماشي نديرها دغوات، انا نموت على البدعيه كي تكون دغوات، وغادي نديرها بال يعني مفتوحه لتحت عند رجلين. اللي تبغي ديرها ايفازي زعما كما ملي ماشي سمينه، تطويها بالطريقه الاخرى، يعني تطويها بالعرض، بالعرض ثم هكذا، تطويها بالعرض على 2 ثم هكذا على الطول.
فوالا، وتفصليها يعني هنايا في الصدر تجي كيف كيف، ومن تحت هو بالإباظة، يعني ماشي حاجة واعرة. فوالا حلو، نبداو بسم الله. مادام هادي بدعية غادي نديرها شوية مفتوحة عند الرفضة. ندير هنايا بدي بسم الله رقبة، ندير 12 سنتيمتر، ندير 12 سنتيمتر ونحسب عرض الكتفين، يعني عرض الظهر مقسوم على 2، انا عندي 40 مقسوم على 2 20. فوالا، على هاد النقطة نهود توجور 3 سنتيمتر. فوالا، الوغ فوالا، الوغ هنا تاع الرقبة غادي نديرها، ما غاديش ندير المنحلة ما نهودش باغي 2 سنتيمتر، غادي نديرها شوية اوفرت في الدار. علاش؟ على خاطر هادي تاع البدعية تاع الدار وانا بغيتها شوية مفتوحة. الوغ هنايا نهود بدو حتى لتخوا دو عند الرقبة، وندير الرقبة فوالا، ندير تاع الرقبة. ولي تبغي تاع اللي تبغي هنايا في الظهر، يعني هنايا في الظهر تبغيها شويه بحال، ولا تفتحها اكثر. الو نجي منه هذا تاع من هاد النقطة تاع الرقبة لهنا، وندير خط مستقيم، خط مستقيم هكذا، ونطوله طوله تفهموا علاش. فوالا خط مستقيم. ابخي نجي لهنا، شوف نجي هنا ندير ارتفاع الصدر، عندي 22، عروق ندير حتى ل 24. فوالا ندير دوران الصدر 5 على 2، ثم على 2 اب، ونحط هنايا. انا البدعيه انا بغيتها هنا عريضه هنا عند الصدر، مانيش باغيه نكون تكون مزيره. الوغ هنا نزيد حتى، شوف دير هكذا باش نعرف شحال نزيد. الوغ نزيد 1 2 3 4 5 6 7 8، نزيد حتى 8 سنتيمتر، خاطر راني بغيتها عريضه. الوغ فوالا، هنا فتحت على اليدين، هنا فتحت على الذراع. الوغ شوف من هنا نهود، شو عندي منه لهنا عندي 24 سنتيمتر. فوالا، الوغ من لهنا خصني ندير الفتحة تاع الذراع، أنا عندي 30 مقسوم على 2، الوغ عندي مقسوم على 2، ونزيد نوسعها على نزيد نوسعها شوية، تجيني 15، نزيد نوسعها حتى 3 سنتيمتر. فوالا، الوغ هادي هنا، هادي هنا الفتحة تاع الذراع. غادي نقرب شوية، الوغ غادي نرسم بالأزرق باش يبان لكم غاية. الوغ معليش نعاود، هنا عندي الرقبة مراهاش يبان، الطباشير بهذا راه يبان. الوغ من لهنا قلت ندير 12 سنتيمتر، من لهنا نهود بدو دوا. الوغ من هذه النقطة تاع الكتف حسبت هنايا، هنا عرض الكتفين وهوت هنا 3 سنتيمتر، وربطت بين هاد النقطة وهاد النقطة، وزدت على هاد النقطة زدت فوتها حتى لهنا، شحال هوت؟ 24 سنتيمتر. فوالا، من لهنا ندير الفتحة تاع الذراع، أنا عندي 30 قسمتها على 2 تجيني 15 زدت حتى 3 سنتيمتر باش تجيني الفتحة هنايا عريضة ما تجينيش ضيقة. فوالا، هنايا قلت لكم تحسبوا من لهنا تحسبوا ارتفاع الصدر، ارتفاع الصدر انا عندي 22، وتحسبوا هنا تعاود تجيو ديروا دوران الصدر، دوران الصدر، وتزيدوا حتى ل راه انا عندي 75 95 عفوا 95 نقسم على 4. فوالا
عند هاد النقطة ونزيد قلت لكم 8 حتى 9 سنتيمتر. عاود من هنا شوفوا ندخل غير هكذا، ندخل هكذا شوف هو شو كنت ندخل هكا فوالا. جيسبيغ راه تبان لكم غادي نكحز. شوف هنا من هاد النقطة فوالا ترسمي هنا هيك شغل حتى تكويرة هكذا تدخلي تدخلي قولي ب 2 دوا ولا 3 سنتيمتر وتعاود تهودي هكذا بالإيفازي غير شوية إيفازي وتعاود تودلي تهودي بالدغوا هنا تدخلي يجي كي القوس ها يجي كي القوس تعاود تولي تهودي دغوا دغوا عاود من هنا شوف مهادي من هنايا حتى لتحت خليه شوفي الطول تاعك شحال راكي باغا ديري فيه تاع البدعيه. انا عندي ميت ونص نزيد حتى 3 سنتيمتر وكاو يشرب القماش مالغري كو غسلته فوالا. ديري الطول تاعك وديري حتى 3 سنتيمتر ما تحسش القماش يشرب فوالا وديري. وهنا قلت لكم هنايا توجور تطلعوا شويه ونقص البدعيه تاعي. هذه هنا راه مختلفه على البدعيه الاخرى اللي درتها. هذه هنا ما راهاش كيما تاع هذه هنا ما راهاش كيما تاع البدعيه تاع العيد اللي حطيتها لكم. هذه ثاني تجي شابه للعيد مع حنا فصل الصيف. بون بدي نقص بسم الله فوالا هنا هاد لا ليزيغ نجي هنا شوفو يبقالي بزاف القماش هذا غادي ندير بيه ان شاء الله. جو سيبا واش ندير بيه اقترحو عليا البنات شنو ندير بيه. هذا شباب شوميس بصح مانيش عارف داك عندي الغوز بزاف مانيش باغي نزيد شوميس في الغوز دوك نشوف اغفار يجيونا جوج تاع القطع هذا تاع الامام وحده تاع الظهر تجي كي قشابه نحي وحده تاع الظهر نخليو غير وحده ابرا الو هنا كيش ندير هنايا تاع الامام هاي هنا تاع الامام شنو غادي ندير غادي نديرها مفتوحه شتو كي جايه مفتوحه في الاخر جايه مفتوحه هكا شويه دائري اللي تبغي دير هكا غير واللي تبغي ديرها مثلث كل وحده وكيفاش تبغي. انا باغا نديرها شويه دائريه ندير 4 دوا 4 دوا نحسب 1 2 3 4 ولا نهود ب 12 سنتيمتر 11 12 هلا ايوا ونقص الدائري تاعي فوالا هذا الامام تاعي. هنا غادي ندير ان كرون باش نعرف الوسط فين جاي. هنايا ندير هكذا شوفوا كيفاش ندير هنا هكذا اب فوالا باش نعرف الوسط وين راه. وهذيك القطعه تاع الاخر قطعه هذيك مزخرفه شويه تجيني هنا في الوسط هذه تجيني هنايا فوالا هذه تجيني هنايا تجيني هنايا في الوسط فوالا. من بعد كي نخيط نولي ناجوستي هنايا باش ما باش ما يبوجيش فوالا. هذه هي الفصاله دروك شنو غادي ندير غادي نفوت للخياطه. بسم الله نبدا البنات غادي الحاجه الاولى اللي نبدا بها
غادي ندير سيرفيلاج للقطعتين. بسم الله. فوالا نزيد نكمل الثانيه ونولي لكم. فوالا البنات كملت درت سيرفيلاج الكلتا القطعتين. الوغ غادي نحوس تاع الامام هذه هي. غادي واش غادي ندير؟ غادي نفوت في تركيب هذيك القطعه هذه. الوغ شوفوا غادي نحوس على الوجه الظهر وهذا الوجه. الوغ بسم الله شنو غادي ندير؟ غادي نحط القطعه هذه نيشان، غادي نحوس على الوسط اب انا جو اجوستي حوس على الوسط فوالا هنا وندير ان كرون هنا وهنايا. جيسبر كو راهي بالكم. راهي بالكم. الوغ الوسط نحطه نيشان مع الوسط هنا هكدا، خرجه شويه معليش. فوالا نجيب لي زيبانغل ايبانغلي ايبانغلي مليح. بون بعد ما ايبانغليت غادي نعاود نفيريفي راني نيشان في الوسط. هكا باش نشوف في لومبر الا راه نيشان ولا لا، بلوتو في الضو عفوا. الوغ شنو غادي ندير بنات؟ غادي ناخذ لو روبون تاعي اب وغادي نخيط هنا، نحي الاول غادي نخيط هنايا. خيط هنا هكذا ونفوته لهنا ونخرجه من هنا. فوالا تشوفوا كيفاش جا شباب. نقص الزائد الوغ دروك واش راني باش ندير؟ غادي نخيط الكتفين، غادي نخيط الكتفين نخلي فتحه صغيره. قبل ما نخيط الكتفين غادي نقص هنايا هاد الزائد اللي راه عندي، الزياده هادي اللي راه عندي نقصها. نخيط الكتفين، حوس على الوجه نيشان هالو. باغي درت الجهة الأولى،
خليت هنايا فتحة صغيرة، نزيد الجهة الثانية، خيط الكتفين. اش غادي ندير؟ غادي نركب ال لو روبون هنايا. شوف غادي ندير شغل عطفه صغيره، ندير عطفه صغيره ونخيط ديريكت، حطها هكذا. يعني هاد لي بونبون يشوفوا للداخل. فوالا، اب تشوفوا بلي خيط كلش. شنو ندير؟ نقص هذا هنا. شنو غادي ندير؟ غادي نجي هاد الفتحه الصغيره ندخلها هكذا ونغلق، نغلق هنا. عاود واش غادي ندير؟ غادي نفوت في الاكمام. الاكمام كيفاش غادي ندير؟ شوف هذا الوجه، حتى هي غادي نطويها هكذا ونخيطها. شنو ندير؟ راه ها نطوي هكذا الداخل، هذا الوجه طول الداخل ونخرجهم للبرا. فوالا اب. غادي نفوت للجهه الثانيه. فوالا البنات، دروك واش غادي ندير؟ غادي المرحله الاخيره نجي هنا نطوي هكذا، نجيب خياطه منه حتى لتحت. فوالا شبر، فوالا نفوت للجهة الثانية ندير نفس الشيء ونولي لكم. فوالا البنات، غادي نكمل بالعطفة منا جي عند لاو كاين الفرخة كيما نقولو باللهجة تاعنا، وين كاين لافونت ونجي دايرة كيما درت في لاغوب لاغوب المارون كليغ ولا توب كولوغ توب، نفس الشيء. فوالا البنات، دروك ما يبقى لي غير نزيد نحدد هنايا كامل لي كوتور، كاع لي كوتور، ونجي مكمله مع الموديل تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم. الجبه تاع اليوم جايه خفيفه وسهله وشابه وشويه ديفيرون. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساونيش بلي لايك وبالبارطاج وتابوني الى بالكمش ابوني. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، وين بروشان فيديو ان شاء الله.